رجعت معكم مشاهدينا. صار وقت الشيء الطيب وشرب الصافي نطلني بالمطبخ. بونجور. بونجور تينا، كيفك شربل؟ سافا سافا، ماشي الحال ماشي الحال ماشي الحال. انا شايفه خضره على الطاوله قدامك، في بطاطا كمان. خبرنا شوي شو عم تحضر؟ اليوم رح نعمل يخنه خضره، رح نحطها بالفرن، نحط على وجهها بطاطا ونفوتها على الفرن. بتعرفي هلا بلشنا فتره الصوم، يعني رح يكون عندنا شوي الاكل، ثلاث ارباع رح يكون مبدئيا رح نشتغل على الخضره كثير، بس كيف بدنا نقدر نعطي وجبه تكون غنيه بالفيتامينات وبكل هالامور بوجبه تكون كلها بيزد على الخضره. سو مشان هيك اليوم فاريتي الخضره كثير كبيره، مثل ما عم تشوفي عم بستعمل، يعني عندي سبانغ رح نستعمل معه، اكيد البصل والثوم بيحتوي على فيتامينات كثير عاليه، عندي الكوسه، عند الباذنجان، رح نحط بقلبها كمان العدس يلي كمان هو غني بالحديد. هيك بيكون عندنا وجبه كثير كامله ومتكامله، حتى الجزر بتعرفي قد ايه في فيتامين كمان. سو كل الخبرية رح تكون غنية بالفيتامينات، وجبة كاملة لفترة الصوم تنقدر نطبقها بالبيت، وهينة وطيبة كتير كتير كتير. وشو حلوين هالألوان؟ صح صح، كومبينيشن حلوة. حتى شوفي هلا بس نحطها بالفخارة ونفوتها، حتى انه أكلة شتوية، يعني كمان بدها أكلة شتوية. كميات صغيرة عم نحكي مش هيك؟ من كل صنف؟ صح، كمية صغيرة. هلا أنا أوريدي عملت فخارات، حطيت ثلاث فخارات بالفرن مع البطاطا، بقى رح هلا تقريبا بعد شي 10 دقائق ربع ساعة بتكون تحمرت البطاطا على الوجه، رح نظهرهم. بنكون بذات الوقت عم نعمل هالطبخة ميني طبخة، اكيد يلتزموا بالروسات يلي نحن عاطينهم اياها على الهواء، بس نحن عم نعمل ميني طبخة هيك اون باراليل، بنكون عم نطلع هال فيكي تسميها الكوتج باي، لأنه هي أكلة أساسا بريطانية. مشان هيك غنية كثير بالخضرة وبالبطاطا، لأنه بهالفترة الرعاة من زمان كانوا يستعملوا كثير البطاطا، صارت البطاطا أكلهم اليومي، لأنه بتعرفي بدهم شيء يهدي على المعدة، بدهم شيء رخيص ورخيصة بطبقة طبقة الفقيرة ومتوفرة. مزبوط. مشان هيك صارت تنعمل بسموها الكاتج، لأنه بتعرفي البيوت هونيك الكاتج وبيطبخوا بقلب بقلب التشمني وهيك، سو كومبينيشن بتعقد. في شيء صلصة داخلها أو شو رح تكون؟ أكيد رح يكون في بقلبها كزبرة وفنل وشوية توميتو بيست رح تكون، وأكيد رح نحط لها مي لتعرق كلياتها سوا مع بعضها. مثل هلا نحن نبلش نحط الزيتات على النار، يلا ونحط البصل. أنا مقلى شوية بصل وثوم أوريدي، عاملهم جوانح خلصهم. هلا شو بدك؟ كله بده يتقلى، يعني الخضرة بدها تنطبخ هون؟ بدنا بدنا نقلى الخضرة، بدنا نحط عليها نرجع نغمها بالمي على القدس مع المطيبات كلها. نعم. رح نحط بقلبها كمان شوية زعتر، يعني نحن الفكرة إنه سو مثل يخنة شوي، هي يخنة يعني. صح، هي يخنة، بس من بعدها اليخنة بنرجع نفوتها على الفرن، بنكون عاملين هالبطاطا المهروسة حاطينها على وجهها، بنفوتها حاطينها بالفرن تتبلش تحمر. سو هيدي اصلا فكره الكوتج باي او الشيبردز باي يلي بتنعمل برا. هون مثل ما شفت هلا حطيت قليه البصل والثوم اوريدي انا مقليهم، بنحط دغري الباذنجان، لانه الباذنجان بتعرفي اسرع شيء لازم ياخذ لون، لانه اذا بضل فيه طعمة بصير مسلوق بعدين، بصير مسلوق. صح 100%. بنقليها معهم فنتاكد انه عم يتقلى، يعني صح 100%. هلا انا كمان سالق العدس نص سلقه. نحن فينا فينا نخليها كلياتها سوا نسلق العدس بقلبها، بتعرف هلا لضيقه الوقت سلقنا العدس، بهمنا ما يروح شوي وقت اكثر، يمكن بتاخذ شوي وقت اكثر، لانه نحن بدنا نخطرها تقريبا بحدود نص ساعه على النار. يعني نتركها تغلي على الريق تتفوت كل هالطعمات على بعضها، بيكون استوى العدس. بهمني ما نفقد الفيتامينات الموجوده بالعدس، مش هيك بدنا نعمل الطبخه كلياتها سوا مع بعضها تنحافظ على فيتاميناتها. رح احط دغري العدس فوقها هلا دغري هيك مع الجزر، لانه بتعرفي كمان الجزر بده وقت لا يستوي اكثر من غيره. عندي الكوسه، عندي اللوبيا، عندي السبانغ، اخر شيء بنحط السبانغ. بتعرفي السبانغ كمان غني بالحديد، سبانغ اخضر طازه مزبوط، احسن بكثير من ما نستعمل اكيد المجلد. برجع بعيد على طول انه لطالما قدرانين نشتري برودوي لبناني طازه، ليش بدنا نجيب مجلد ونتعذب؟ ما لا رح تعذبنا شوي الشغله غسيله وفرمه، ما في مشكله، بس على ليلي عم ناخذ هالفيتامينات كلياتها سوا، خاصه اذا عندنا عائله بالبيت. مزبوط. لوبيا الوان حلوه، واو بجننوا. سو بصل، جزر، عدس، كوسه، صح، باذنجان، باذنجان
تركين الكوسه للاخر بعد ما حطيناه. صح، فينا نحط البندوره هلا، لو بتعرفي البندوره كمان تاخذ وقت لتستوي. فينا نحطها هلا مقطعه كيوبس. عاديه صح، وحجمهم عم نشوف مش كثير صغير، لا لازم يكونوا كبار مشان ما تصير معنا بالنهايه هريسه، يعني ما بدنا اياها بتفعصوا كثير بعدين، تتفعص كثير مشان هيك بنخليها هيك. هلا في شغله ثانيه، فينا نستبدل العدس بالفاصوليا، يعني اذا حد بيحب يحط الفاصوليا لانه هي مزبوط هي روسيتا هيك، يعني في في اشخاص بيستعملوا العدس، في اشخاص بيستعملوا الفاصوليا، في اشخاص بيحطوا اثنين سوا. الفاصوليا الحمراء الكدني بين، ريد كدني بين، صح، الفاصوليا الحمراء بتلبق اكثر. هلا اكيد البيضه بتلبق طبيعي، بس بتعرفي حتى بي بي بلندن وبسكوتلندا وبهالمناطق هيدي كلياتها سوا على طول بيستعملوا الريد كدني بينز، يعني اكثر شيء. وطبخه كمان فيك تقولي اكثر الايرلنديه معتمده، يعني هي اصلا بريتش بس بايرلندا كثير مستحب هذه الاكله، يعني اكثر بلد بفتكر بيشتغل على الكوتج باي والشيبردز باي هن بايرلندا. اوكي يلا هون خلينا نزيد. هلا عندي الكزبره الحب، رح ندقهم شوي صغيرة دقة هيك، والكمون الحب بيعطوا غير طعمة، بيعطوا نكهة منيحة، صح، بيعطوا طعمة بتعقد خاصة لأنهم طازة، يعني بتحسي هلا أنا عم دقهم بتحسي طلعت ريحة الكزبرة والكمون منهم. ليه؟ لأنهم طازة. الكزبرة وكمون عم يندق، عم يندقوا. بنعرف إنه البهارات أفضل يكونوا عنا حبوب كاملين من ما نجيبهم مطحونين. هلا أكيد مش كل الأصناف مزبوط نقدر نخليهم عنا كاملين، بس بهالطريقة مثل ما قلت الريحة أقوى، نكهة أقوى، بتكون بتستعملي كمية أقل، بتعملي يعني مزبوط لطالما عم تطحني طازة عم بتحطي ربع قيمة المطحون. مزبوط. يعني إذا عم تجيبي عم تستعملي مثلا ثلاث ملاعق بهار حلو عم بتجيبيهم من السوق بودر، فيك تستبدليهم بملعقة واحدة مطحونة طازة، يعني ليكي قديه اطيب وقديه اقوى. اقوى. وبتعرفي انه عم تستعملي هالمنتوج ما عم تروح ريحته دغري، لانه نحن جربنا ما تحمل، صح، لانه قيمات نعرف انه عم بيصير في خلط كمان بالبودره، وهيدي الشغله اللي منا مستحبه ابدا. مش هيك خلص بتعرفي حالك انك عم تعملي هل 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 هالتتبيله الطيبه والطازه عندك بالبيت، وهيدي كمان بتعطي حتى بتعطي طعم اطيب بكثير. هون الخضره بدها تستوي على الاخر شربل، او هي ايه هي هي يخنه طبعا. يعني هي يخنه. أوكي. يعني انا على طول بحلقات سابقه حكي كثير عن قصه الخضره، انا ما كثير بحب الخضره تستوي، بس بدنا نحافظ اكثر على الفيتامينات، يعني كل ما طبخنا الخضره كل ما فقدت هالفيتامينات. لا. بس هودي الاكل هن هيك، يعني هي معمولة هيك لازم تكون مطبوخة كلياتها سوا ومعشقة على بعضها الخضرة. طعمات كلياتها لازم تكون فاتت بعدها. أنا هلا حطيت هون بابريكا بهار أبيض، رح أحط الملح، رح أحط الزعتر الفرنسي مثل ما لاحظتي، هلا بحط الكوسة بالآخر لأنه ما بده كثير وقت. رح أحط رب البندورة، هون السبانخ اخر شيء بنحط عليهم مي هلا تركهم تيخطروا كلياتهم سوا فوق بعضهم. بدها تبلش بده يضلوا المزيج سميك شربل؟ ايه بدنا هي هلا كل الطعمات بس تتركيها وتتركيها خليها تغلي شوي صغيره. ايه؟ بدها تعقد حالها بحالها، ايه ما تكون صلصه رخوه يعني. مزبوط. وانا شو رح اعمل هون بالزايد، انا سالق البطاطا تارك ميه البطاطا لانه فيها نشا، رح احطها فوقها. اوكي هيدي هي الفكره، والنكهه كمان، والنكهه اكيد وبتعقدها مزبوط. بينما اذا رح نستعمل بقلبها الفاصوليا، فينا من بعد ما نسلق الفاصوليا، من ميه الفاصوليا، لا فينا نهرس دربتين الفاصوليا، ندقهم دربتين كيف نحن بمحلات الفول بندق الفول مرهم يعني، صح، تيظهر منه النشا. حلو. بس يظهر منه النشا اكيد بتعقد حالها على النشا تبع الفاصوليا. هون انا رح شيل شوي من مرقه البطاطا حطها فوقهم، اكيد البطاطا شلناها هرسناها مع شويه زيت زيتون بس ما بدنا اكثر. تمام، بنحط مثل ما بنقول غمامه، يعني خلص على القد لازم تكون، خليها كلياتها سوا تشرب هالطعمات، ريحتها روعه. رح زيحها لهون شوي صغيره. هلا بدنا نعمل، يلا
شوية هيك إكليل الجبل مقلب بزيت الزيتون وشوية بندورة كرزية رح نحطهم على وجه على وجه البطاطا. يعني هلأ نحن شو رح نعمل؟ رح نسكبها بالفخارة، من بعد ما نسكبها بالفخارة نحط البطاطا فوقها بنفوتها على الفرن بس تشقر مزبوط، منشيلها بنكون عاملين قلية زيت الزيتون مع إكليل الجبل، محمصين إكليل الجبل على المقلية وشوية توماتو سيريز بنحطهم على وجه، هيك بنكون كمان عندنا طعم زايدة وبرزنتاسيون رائعة. حلو. البطاطا قلت لي سلقناها مزبوط، بس بنسلقها بطاطا مهروسه مع شويه زيت. صح، هاي هي بطاطا مهروسه مع شويه زيت، بس بنشيلها بنحط لها شويه زيت زيتون ومندقها بالشريط، ما بنقطعها على المكنه، بنتركها خلي دل الشقف مبينين فيها. أوكي. على طول البطاطا بفضل يدلل، خاصه كل شيء اسمه ماشت بوتيتو دل مبين شقف بقلبها، بتعطي كمان طعمه طيبه. هلا هون يلي بحبوا يستعملوا جبنه فيهم يحطوا شوية جبنة بين البطاطا والخلطة، يعني بنحط الصوص التتبيلة كلياتها سوا، بنحط الجبنة على وجهها، بنحط البطاطا ونرجع نفوتها على الفرن. بس رح تقلها الجبنة شوي. أكيد أكيد. بالنهاية بتعرفي إنه نحن بس مجرد ما عم نحكي بأكل من الشمال أوروبا، أكل وندسم يعني. مزبوط. ما في معرفة لأنه بالنهاية بحاجة هن بالنهاية سقعة، بحاجة للسقعة. إيه تيقدروا تيقدروا يهدوا، ايه تيقاوموا، ايه مثلا مثل هلا هالفتره يعني الصعبه. يعني احنا جيتنا هالعاصفه شربل وكل الناس عامله بانيك على الموضوع. صح صح. بس صح. الحراره مش هالقد رح تنزل عنا، مع انه نحن معودين على هيدا الطقس يعني، بس لانه افتقدنا صرنا فتره مش قاعد علينا عاصفه قويه وسقعه، مشان هيك بفتكر بالفعل. هلا ليك نحن عم نحكي عن نحن اللي عايشين على الساحل، يمكن بس انه في كثير اشخاص قاعدين بالمرتفعات معوزين كمان على الثلج وعلى الهواء وعلى الطقس السقعة. أكيد أنا واحد منهم. هلا أنت أكيد وين قاعد؟ لا لا أنا قاعد بقرنة شهوان. آه لا ما كثير، أنا قصدي يعني زحلة يعني البقاع. صح صح، هيدا هونيك ساعة كثير، بس نحن عشنا فترة طفولتنا أوريدي، حكيت إنه عشت بقرطبة بفترة طويلة دلنا فوق. إيه. وكنا نشوف السقعات هون، فترتها كان في سقعة. بس كنا ننبسط لأنه سبحان الله الجبل على طول مناخه صحي ونظيف، خاصة هالمنطقة فوق. أكيد. في إلها رونق خاص، خاصة لإلي يعني. حلوة كثير. طبيعتها نظيفة وما فيها رطوبة وكلها شجر يعني. شغلة حلوين هالبندورات يعني. حلوين. انا اللي جبت اليوم توماتو سيريز صفراء. اي فينا نجيب اكيد توماتو سيريز حمراء، ما في مشكله يعني. برجع بعيد على طول انه ما تلتزموا 100% خاصه بالطبخ حسب شو بنلاقي كمان هلا. صح. يلا رح نعمل هون هيك تنوفر شويه وقت، لانه بدها بعد شويه طبخ، بس هيك تنسكبها نفرجي المشاهدين كيف عم نسكبها. هلا مثلا اذا ما بدنا ننطر كثير عليها، فينا نخفف الفرن حراره الفرن ونتركها بقلب الفرن مثلا ل 35 دقيقه، هيك بتكون استوت كل الخضره. فينا نكفي الطبخ هون بس نقلل حراره الفرن. صح 100%. يعني فينا نعكسهم. صح. وانا بفضل هيك اكله. قد ايه نسبه البطاطا للخضره؟ يعني تقريبا مثل ما شفتي هلا عرمتها يعني. هيدي يعني مثلا هيك فخاره اكثر رح تكون من البطاطا. ايه ايه اكيد اكيد. هيك فخاره بدها تاخذ تقريبا بحدود ال 200 جرام بطاطا. اوكي. هلا الاحسن هلا اكيد يلي عنده فخاره كبيره او يلي عنده فونت حلو، الفونت تتقدم بقلب الفونت الكبيره، طنجره الفونت كمان نحطه على وجهه، لانه هو اصلا اساسا هيك بتتقدم بالداتش اوفن. صح صح، هي افضل طريقه هيك تتقدم. حلوه. هلا بنبلش نحط البطاطا المهروسه مثل ما حكيت، بس مع زيت زيتون، ما حطينا لها شيء، ما لنا عاملين بطاطا بيوريه، عاملين بطاطا مهروسة. حطهم كيف ما كان، ما بدي لا صفصف ولا ملس ملس ولا شيء، هيك مثل ما هن. حلوة هيك، نتركهم هيك. خلصت هيدي اياها، بدنا نفوتها هلا على الفرن. صح. خليني شيل الجرنيتور عن المقلاية لأنه حرام نسبيهم أكثر، بدنا نحافظ شوي على اللون تبعهم. هودي اللي بدنا نحطهم هلا على الوجه مع شويه دل شمره بالفرن. خليني اشيله من الفرن هيك بنكون عملنا هال نايس. نحن رح نطلع بريك دن، هيك لما نرجع بنشوف البرزنتيشن كيف رح تكون لهالطبق. اكيد اكيد. أه
كنا عم نحضر شيء كثير طيب، شربي اللي فرجينا هالكوتج باي. بدي خليها بالفرن. ما رح شيلها من الفرن. حلو كثير موديل الخضره تحت والبطاطا على الوجه. هلا شوفي بس 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 طلعيها رح نفرجي الفرق، انه هيدي اللي بعدها نيه كيف صارت هيديك قديه بيغير اللون تبعها. بعد بدها وقت؟ لا خلصنا. تركينا لاخر تكه. بس انا بدي اخبر المشاهدين انه انا بطابق وشرب البطابق، بس انا ريحه بتوصل لعندي شربل. انا قلت لك اطلعي بس وقفش بعيده. كوفيد منعنا نقرب على بعض يا شربل، بس قريبا وي ويل ان شاء الله. شو حلوين. طب كيف اخذت هاللون البطاطا؟ اكيد بتاخذ لون لانه بتعرفي البطاطا فيها زيت زيتون. فيها زيت زيتون، بس البطاطا غنيه بالنشا، والبطاطا بتعرفي انه النشا ابيض، يعني شو ما كان بدأت تاخذ هالكروت من فوق، يعني صارت من فوق تقرش من جوا، اكيد الطعمه سوفت كثير سوفت. هون اكيد ما لازم نملسها ابدا ابدا، لهيدي هالافيه لهيدي الغايه. وبيهمني كمان يطلع ينزل شويه مثل ما رح تشوفي هون، يشرشر الصوص. يشرشر الصوص عليها، خليها تنزل هيك. على طول بقول عنا انه هيك اشياء رائعة. سلبي. فينا على الهوا هيك نسكب مع معلقه نشوف كيف بتطلع مع بعض. اكيد يلا، بس خلصها رح فرجيكي اياها كيف. هون عم نحط اكليل الجبل، مقلب بزيت الزيتون. صح. مع بندوره كرزيه. صح مزبوط، حطهم هيك على الوجه لانه قرشه اكليل الجبل معها كثير طيبه. صح تطلع طيبه كثير. هون كمان هيك شويه تومات سوريز على الوجه، حتى الحمرة بيطلع شكلها حلو كثير. حلو موديلهم مثل ما قلت، فيها يكونوا فخارات صغار مثل ما فيها تكون فخارة كبيرة أو أي طنجرة بتفوت على الفرن. بس هي حلو أنه تبين هيك طنجرة فونت حديد. صح، مش شيء إزاز شفاف. هيدا أنا قصدي، تخيلي أنك عم تعمليها بشيء إزاز شفاف. لا ما رح كتير تعطيكي هال شوي رفيني أكتر يعني، وخاصة هلأ شتى يعني. تخيلي ما عملتيها حطيتيها مثلا على على الفرن الحطب أو على الحرارة، على الشميني. إيه أكيد، والفونت بتحافظ، ما هي الفونت عطول تتحافظ على الحرارة، مش إنه هن لأنه حابين يسكبوا بفونت. مزبوط. هن حابين إنه يحملوا طنجة تقيلة. صح، هي الهدف تبعها إنه تضل محافظة على الحرارة، لأنه بتعرف قد إيه بتحمل حرارة جدا عالية. هيدا البلاتو صار عندنا. جاهز. تأكد كلهم يكونوا صح. كثير حلوين. رح هلأ نسكب من وحدة. نسكب من وحدة. يلا. يلا. انا بلشت شو حوس شطت ريسه قد الساعه مش حصلت 11:30 شطت ريسه. ما رح فينا ما رح فينا ندوق. يلا ها شوفي من قلبها، يعني بدي لاحظي انه كيف عم تقرش من فوق. رح نشيل very nice. من جوا ريحه الكزبره عن جد، وال الكزبره اليابسه اساسيه. صح صح، كتير ريحتها حلوة. حلو. لكن من جوا قد بعد فيها جوس كلها عصير. أوه. أوه لا لا. من فوق رائعة. صفت. وهون الخضرة نحن جوا بنرجع بنذكر حطينا باذنجان وكوسة وجزر. مزبوط. شو كمان ذكرني؟ بصل أكيد، بصل، سبانخ، العدس، لوبيا. لوبيا فينا نحط التشكيلة اللي عنا إياها بالبيت. مزبوط مزبوط. تينا هي الأكلة قد ما حلوة أنا فيك تحطي بقلبها جبنة، فيك تحطي بقلبها لحمة، هي أساسا فيها لحمة مفرومة. كان يعني بس ليتلي لأنه هلا صيام كمان، هلا بتناسب انه تكون هيك مثل ما انت عملتها. مزبوط، هلا لفتره الصيام نحن عملناها هيك، بس باوروبا صار هلا كثير كثير كثير، يعني تقريبا ما بعرف قد ايه صار في نسبه يمكن 50% من العالم ما بقى عم بتاكل لحمه، لحمة نظرا للكونسامشن العالي والطريقه الصناعيه النباتي والفيجن. صح صح، بس اللحمه انا بحس بالبقله الشقف، اللحمه هيك بتهلط. مزبوط، مثل البف بورغينيون يعني، حاسين من اللحمه. فينا عملت حلقه قبل فيهم، فينا كمان اذا بدهم يرجعوا يفوتوا يحضروا على الارشيف مشاهدين، عملنا الشابردز باي، يعني عاملين هيدي الاكله اللي هي شقف اللحمه يلي هي فيها لحمه المطبوخه على الاخر الاوفر كوكت، بتشيليها من جوا اللحمه هالطه تقريبا cooked. كتير قريبه سلو كوكت. صح سلو كوكت واوفر كوكت لانه كمان بتعرف خلطت يعني بتبقى هالطه اللحمه. من اطيب الرستات صدقيني. انا بحب هيدا الاكل، انا حلو بحب هالشيء، واكل شتوي 100%. صح شربل، ثانك يو، كثير حلو كان الطبق تبعنا اليوم. رح ناخذ بريك مشاهدينا ورح نكافئ لايف.